بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب من الشباب المتواجدين في الخلف إنهم يجلسوا على المقاعد، والشباب الصغار ما يعرفوش مشان نقدر نعطيكم الرسالة اللي إحنا التقينا فيها في هذا المهرجان، واللي حابين أنتم تسمعوها ولا أسمعكم إياها. فرجاء هدوء قد ما تقدروا، إلا في الفقرات اللي إدريس فعلاً عنها. حقيقة يا إخوان، أنا شوي انفعلت من الكلمات اللي ألقيت من اللي سبقوني، طبعاً كانت مؤثرة معبرة وفيها بعد وفيها زخم وفيها تقدير وفيها مديح وفيها ثناء. فأنا شاكر لجميع الذين تحدثوا قبلي وجميع رؤساء القوائم وغير رؤساء القوائم وأستاذي الأستاذ علي الجيوسي اللي أنا مدين له طبعا لمعرفتي وإلماني باللغة العربية. أنا أشكر بشكل خاص زميلي ورفيق بلدي الشيخ توفيق الخطيب اللي اشتغلت أنا وياه على مدار 3 سنين وكان رئيس ملكوت نائب رئيس، وأعتقد وقلت سابقا إنها كانت الفترة الذاتية في تاريخ مجلس الجلجولي، وهي حقيقة كانت فترة ذاتية في تاريخ مجلس الجلجولي. فأحيي أخوتي. إخواني، حسب الاستشارة الإعلامية والمستشارين الإعلاميين والسياسيين والقضائيين نصحونا، أنا عادة يعني كنت أحكي في كل اللقاءات اللي صارت اللي كان هون أو في المهرجان الصغير، كنت أحكي ارتجالي يعني بدون كتابات وبدون ورق. أما المستشارين الإعلاميين والقضائيين قالوا لا، بدنا تحكي من الورق وشيء مكتوب. فاسمحوا لي إني شوي حركت عن القاعدة المألوفة بالنسبة لي. بنقول أخرى مرة يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. أيها الأحرار في كتلة التضامن، يا كلمة الحق، يا أصحاب الصوت والمادة، السلام عليكم. تشريفكم لنا في هذه الساعة ما هو إلا إضاءة شعلة الشجاعة والمروءة والعزة والاحترام، بل كل الاحترام لكم. حللتم أهلا ووطأتم سهلا، فالأرض أرضكم وجلجوليا العز ترتفع للعلا معكم وبكم، وأرض رأس الطبيب تحييكم وتشد على أيديكم ولن أنساكم في الأعماق وأعماق القلب ذكراكم. تحية الأمن والأمان، تحية الصدق والأمانة،
أحيطكم علما بأنه وبعونه تعالى وبجهودكم وإصراركم وعزمكم الداعم سنحقق الهدف معا وسننقذ جلجوليا مرة أخرى. نعم سننقذ جلجوليا مرة أخرى. وقد سبق وأعلنا على الملأ موقفنا هذا في 6 من الشهر الحالي، ولكن الشيخ الذي وصل الانتخابات مفلسا من أي إنجازات تذكر أصر على غر الرماد في عيون الناخبين، حيث أطل عليهم حاملا سموم التحريض والتضليل خلال اجتماعه الانتخابي الذي عقده بعد اجتماعنا المذكور بيوم واحد، ضاربا اقتراحا عبد الحائط هو وبعض اتباعه، وقاموا بشن هجوم مضلل او مضلل ضدي بخصوص حزب العمل وامور اخرى. ولا بد لي من الرد على ادعاء جابر من على هذا المنبر وامامكم، واقول لجابر لان غالب جابري وهو اول وزير عربي وكذلك عضو الكنيسة السابقه لدى الحلو هما عربا احرارا ومن ملح هذه البلاد وهم مرشحون في حزب العمل. وعندما نبني باصواتنا لحزب العمل فاننا ندعم غالب مجالي ونادي الحلو. وهنا لا بد لي ان اشير الى ان الوزير السابق غالب مجالي كان قد خدم وعمل وقدم الكثير للمجتمع العربي بشكل عام ولجنجوريا بشكل خاص، وانا اعلم حيث قام بدعم بناء المركز التربوي الذي تفاخر جابر بإنجازه واشترك بتنفيذه من الوزارة وزارة التربية طبعا بمبلغ 500,000 شيكل. وأذكرك يا جابر بأن حزب العمل والأحزاب العربية يقفون في صف واحد في مقاعد المعارضة، وأنا برامجكم الانتخابية لا تختلف عن برنامج حزب العمل ولو حتى بالقليل. أتنكر يا جابر أن وزراء حزب العمل عمل وساعد جلجوليا كثيرا؟ أنا أشهد ذلك. تسييس الأمور وإثارة الفتن وللأسف، ونذكرك بأن الكثير من أهل جلجوليا قد صوتوا في الماضي والحاضر لحزب العمل، وأن الكثيرين من شركائك بالإئتلاف قد صوتوا لأحزاب يمينية متطرفة في الماضي أيضا. أنا بقول عن المدال يعني مش فاهم يفهم يا جابر، دعك من المزايدات، دعك من التضليل، فأقوالك لا تستنبط إلا من باطل، وما بني على باطل فهو باطل. وهنا لابد من تذكيرك ونسألك كم توسلت للقاء وزراء من حكومة الليكود، فلماذا تحرم علينا أن نجلس
أو نشارك أبناءنا وأبناء جدة مثل غالب الجنة الأمريكية. كلنا يعرف أن قدراتك محدودة وأنك لن تملك القدرة وحس التمييز حتى تتمكن من الفصل ما بين الحكم المحلي والحكم المركزي اللذان يسيران معا جنبا إلى جنب، ولكنك كعادتك دائما تفضل اللجوء والتستر وراء الشعارات الوطنية المزيفة. جنجوري أمانة وما أثقل حملها، هذا الشيخ حملها فضيعها وضيع جنجوري وهو يواصل العمل في مستقبلها، ولم يكتفي بذلك فقط بل أصر على محاولة نشر الفتنة في بلد واحد، وقد أطل علينا مؤخرا من خلال كتيب ونشر هزيلة مفتخرا بتنفيذ المشاريع التي لا تتعدى تكلفتها 4 ملايين شيكل خلال فترته الرئاسية كاملة، وكلها لا تساوي تكلفة مشروع واحد من المشاريع الجمة التي قمت أنا وأعضاء المجلس بتنفيذها خلال الفترة الرئاسية السابقة في جنجوري. والمثير للأمر هو استقرار الشيخ للمواطنين جميعا، حيث نسب لنفسه تنفيذ مشاريع لا صلة له بها بتلا، ومنها المركز التربوي الذي سارع بافتتاحه رغم عدم توفر الشروط اللازمة لذلك المصادقة على تعليمات الوقاية والأمان، ما يسمى باللغة العبرية شؤون بتحول شؤون فلوس والشؤون المهندسية. احنا في البرنامج الفقرة بعد الصورة لبعض المشاريع اللي كنا فيها، ويظهر هذا في الصورة الأولى المركز التربوي في حينه يعني في نهاية 2008 لما صورناه وعديناه في نشرة قمنا بتوزيعها على المواطنين في حينه. فإحنا بدينا في عمل التطوير في المركز وكان كنا قد رصدنا مبلغ 7,100,000 شيكل. هم ذكروا الرقم ولكن ما نقولهوش مظبوط، ان كان 7,100,000 شيكل. يعني تصوروا اللي قاعدين في المجلس مش عارفين ميزانيه غير عاديه لما يسمى في اللغه العبريه الدولار قديش بقى موجود عندهم وقديش اصلا. فشيء مؤسف للغايه. طبعا عمليه افتتاح المركز التربوي لم تحظى بموافقة المقاول المنفذ للمشروع الذي ما زال يطالب بمبلغ 1,250,000 شيكل من المجلس المحلي، يعني هذا عجز احنا الاعضاء اللي بدنا نيجي وهو رئيس بدنا نعالجه وبدنا ندفعه طبعا وبدنا نجند له الميزانيات. هو تعود على التركات السائلة واحنا تعودنا نيجي ننظف يعني للاسف. كفاك استخفافا بذكاء المواطنين، كفاك تزييفا للحقائق، فالأهل في جنجوليا والمنطقة يعلمون علم اليقين بأنك غير صادق ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وتذكر الحديث النبوي الشريف حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ابتدل خان. تتحدث يا شيخ وتضلل، تعال يا شيخ فتحلل، وحملت الأمانة يا شيخ فقلتها شر خيامك. تتفاخر بتركيب عدادات المياه وبمد خطوط المياه وتبريد الأرصفة ضمن هذا المشروع. كيف تنسب لنفسك مشاريعا نفذها اتحاد ينابيع المفلس للمياه والصرف الصحي مقابل حصوله على آبار وشبكة المياه في جنجوري؟
هنا وهناك كي تحتكر تنفيذ أي مشروع. أين الصدق والمروءة يا جابر؟ وأين حمرة الخجل؟ ألا تعلم أن المروءة صدق في اللسان وكف للأذى وكمال في الرجولية وأدب يلزم الإنسان بالوقوف عند محاسن الأخلاق؟ ولكن وللأسف إذا لم تستحل فبقول اسمع ما شئت، إذا بقول فقل ما شئت لأنه لا يسمع. يا جابر يكفيك تضليلا، يكفيك تزويرا، فالكيف مبين والحقيقة واضحة كالشمس التي لا يمكن حجبها بالجبال. جلجوليا أمانة، وكنت قد أحسنت في الماضي والحاضر حملها، وبإذن الله وبعونكم وإرادتكم سأواصل حملها بكل مسؤولية وصدق، وسأبقى عند حسن ظنكم. فنحن الأفضل، نحن الأنسب، نحن الأجدر، نحن الأقوى لقيادة المجلس المحلي. وللتذكير كان بإمكاني مواصلة أداء مهامي في بلدية الطيبة لمدة سنتين إضافيتين، إلا أني آثرت العودة إلى هنا من أجل جلجوليا ومستقبل أهلها فقط. وأنتم تعلمون أن الماضي والواقع يشهدان على أن أقوالنا تترجم لأفعال. وعودنا صادقة وتتحقق، طريقنا واضح، برنامجنا شفاف، ونملك قدرة ورؤية مستقبلية. ومن لا يملك الرؤية لا يملك القدرة على التخطيط المناسب والسليم، التخطيط لإعداد الخرائط المفصلة. والأخطر من ذلك هو قيام الشيخ جابر بإسقاط خرائط مفصلة كانت قد أعدت أثناء فترة رئاسة السابقة. وعلى سبيل المثال للحصر خارطة المنطقة الصناعية في أرض المساكين والتي تعطلت على مدار السنوات الخمس الأخيرة. وأين جابر ورؤيته المستقبلية؟ أنت يا جابر في واد والرؤية المستقبلية في واد آخر، وهي ليست من صفاتك. وفاقد الشيء لا يعطيه، وجابر لا يملك سوى الشعارات الرنانة والعبارات الزائفة التي يتقن ترديدها لاستمالة عواطف الناخبين، ولا تلائم متطلبات حياتنا اليومية واحتياجاتنا. وللأسف يواصل هذا النهج المضلل والكاذب، ولا يملك ولو قليلا من الاستقلالية بالقرار، فهو مسير ولم يتغير. فالغاية عنده تبرر الوسيلة، ومن شب على شيء شب عليه. وعودات بدون رصيد وفشل مستفيض. أيها الشيخ، لقد وعدت بمحاربة العنف وتسويق قسائم البناء
ولكنك لم تفي بوعدك على مدار الخمس سنوات، رغم أن الخرائط المفصلة قد صدقت ووضعت في عهدي. أيها الشيخ، لقد وعدت وتغنيت بإقامة المنطقة الصناعية، ولكنك أخلفت وعدك، وأنت من عرض الإتمام تنفيذها وجئت تبكيها، وعدت فأخلف دموعك دموع المسيح. وإن تمكنت من خداع الناس بعض الوقت فلا يمكنك خداعه كل الوقت، ولن تشفع لك بسقوط الغفران بشكل دائم، فالبر قد مات ودفنت معه سقوط الغفران. وكنت قد وجدت عجزا ماليا
تتذكرون كيف نجحت بإجبار المجلس المحلي وسداد العجز المالي خلال عام ونصف وبدون محاسب مرافق. ديروا بالكم يعني أنا الوحيد الرئيس الوحيد في المثلث في تلك الفترة اللي ما كانوش محاسب مرافق من أم الفحام حتى كوبر قاسم. رئيسنا خلال 6 أشهر طلب من الوزارة مدير المحاسب المرافق. اسمه الفرق يعني في التعامل والقدرات والمهنيات. نجاحي بإدارة مجلس محلي جرجوليا بمهنية جعلت وزارة الداخلية تقدم على تعييني رئيسا لإدارة اللجنة المعينة لبلدية الطيبة. وواقع الطيب الحالي يشهد على النجاح الكبير الذي تمكنت من تحقيقه هناك خلال فترة قصيرة. وعلى سبيل المثال رصد حوالي 210 مليون شيكل لمشاريع التطوير. كنت وما زلت حريصا على مصلحة جرجوليا واهلها. ولم ولن اقبل يوما بالمساومة او التنازل عن حقوق ومصلحة المواطنين. استمد قوتي واصراري منكم جميعا ودون استثناء لمواصلة مسيرة التقدم والتغيير. برنامجنا الانتخابي واضح وغني وقد وضعناه بين أيديكم ونؤكد فيه على بناء الإنسان وعلى تكوين بيئة مناسبة لذلك. وأنا لا أتحدث هنا عن تعبيد شارع أو بناء مؤسسة أخرى فبالزفتها وحدها لا يحيا الإنسان، ولكني أتحدث عن بناء كافة المكونات الأساسية التي تخلق الظروف لبناء مجتمع حضاري ومثالي وسليم من كل الشوائب السلبية. ومن هنا أعلن للأهل أن مجلس جرجوليا المحلي لن يكون في عهدي مجلسا فراويا لفئة دون أخرى، وأن مجلس جرجوليا المحلي سيكون حضنا دافئا يحتضن به كل المواطنين دون تفرقة أو تمييز. سنتابع الإنجازات وننهي هذه المشكلة إن شاء الله خلال سنة من استلامنا الرئاسي، ونكون كنا قد بدأنا في تصميم الأراضي وحل مشكلة الأزواج الشابي. ونحن ننظر للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة الجنوبية اللي جنوب وادي كانا إن شاء الله نبدأ فور دخول المجلس البدء في التخطيط لهذه المنطقة إن شاء الله على أساس أنها تكون جاهزة خلال سنة سنتين بعد ما ننتهي المنطقة الشرقية إن شاء الله. العيش بكرامة وتآخي وأمن وأمان، تحسين جودة الحياة والبيئة لكل من الأعضاء والمرشحين ورؤساء القوائم، تطرقوا لعملية التنظيف والنظافة في جنجولي. أعلن الشيخ جابر أنه رايح ينظف شرقية المدرسة، فقاموا بتنظيف أو إزالة 20 سيارة نفايات وفرضوا بعدها الزبل سهدوه يعني، الزبل ضل يعني. بدنا نضطر طبعا برضه هاي العملية نقوم فيها ونظف البلد
مش بس الحاره الشرقيه الجنوبيه البطنه الغرب الاتحاد المعبر، فالترك صعب ولكن ربنا بعين ونحن لها ولو عظمة. الشيخ جابر بعث لي بيقول يوجه جابر رسالة إلى فارس عوض لك بأنه لن يرسل مخالفات لمن زاد في البناء ولتزويج ابنه. أولا اللي بيرسل المخالفات مو جابر على فكرة، اللي بيرسل المخالفات هي اللجنة للتنظيم في كيسنا. فالحالة يا جابر منيح انك ما تخليش ما تشتغلش على مخالفه الناس. المحل كان الحل عندك انك تبني الارض الشرقيه على مدار 5 سنين وتفسح للناس انه يبنوا بدون مخالفه. كلمه لابد منها يا اخوان. فايق عودي طبعا شوي بدي ارجع للبرنامج الانتخابي تاعنا. احنا في عندنا 22 بند في البرنامج الانتخابي، واحنا بالمقابل الطرف الاخر قمنا يعني باعداد نشره وبرنامج انتخابي، وانا حسب رايي البرنامج الانتخابي تاعنا هو شامل ويفي وفي حلول طبعا لجميع المشاكل، اذا كانت شباب، اذا كانت مسنين، اذا كانت رياضيين، اذا كانت طلاب، اذا كانت مدارس، إذا كانت رحلات ومخيمات صيفية للأستاذ عزام. فهو شافي وكافي وإن شاء الله ربنا بعيننا نحن أعضاء طبعا على تحقيق وإنجاز كل ما كتبناه في برنامجنا الانتخابي. كلمة لا بد منها. فايق عودي لم يسر في هذا الطريق لوحده، بل صار متوكلا على الله ومدعوما من مرشحي قوائم العضويه في جبهة التضامن، وهي قوائم تضم اشخاص لديهم القدرات والكفاءات ويتسمون بمقومات القياده والمسؤوليه والاهم. اننا معكم وبكم سنحقق الهدف ويدا بيد نبني جلجوليا الغد. خاصة حين أعلن على الملأ في أحد استماعاته الانتخابية أنه قد حسم المعركة لصالحه، حيث ادعى أن بجعبته 3500 صوت، وهذا ادعاء كاذب ومضلل ونابع من ضعف وإفلاس سياسي. والحقيقة أننا الأقوى والأجدر والأنسب، والتغيير قادم لا محالة بمشيئة الله. فالمواطن في جلجوليا اتخذ قرارا لا رجعة فيه، وهو تغيير جابر الفاشل. واسمعوني جيدا واقول لكم ان الانتخابات في جلجوليا قد حسمت، حسمت الليل يعني. الانتخابات
بنقول يعني من باب التواضع ان الفرقه الانديه في مصر الانديه التنصير هذا قبل يعني وممكن انه يحصل يوم الفعل الان مع الصبح يعني. وفي هذه الحاله احنا بندفع 53-54% واحنا نكتفي بهذا القدر يعني. منين بده يجيب ال 2500 جابر بعرفش لانه ضايل بضل يعني اسوار ما يعادل 2400 مش اكثر. فهي عملية تضليل وتشويه حقائق إذا هو موافق عليها إحنا برضه موافقين عليها. طيب الأفعال لا الأقوال دليل العزيمة الصادقة، وأنا لست الأفضل في هذا العمل ولكن لي طريقي وأسلوبي، وسأظل دائما أتقبل رأي الناقد والحاسد. فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من إصراري. نحن نملك الموهبة ولكن الموهبة وحدها لا تكفي، وعلينا أن نستمر دائما. فلا يوجد شيء في العالم يمكنه أن يحل محل الإصرار، وكما قال الشاعر أبو طيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. أشكر الله وحده أولا على توفيقه ومنه وكرمه، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلكم جزيل الشكر والعرفان، وأقول لكم لن أسير أمامكم فتلحقوني، ولن أسير خلفكم فتسبقوني، سأسير معكم لتوجهوني. وإن أبدعت في خدمتكم شجعوني، وإن تقاعست في واجباتي حاسبوني. وأخيرا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شاركنا في مهرجاننا هذا من الأهل في جلجوليا والمدن والقرى المجاورة، وأتقدم بالشكر الخاص لكل العاملين والقائمين على نجاح هذا المهرجان والذي نجح حقيقة بنسبة 100% إن شاء الله. أوجه عبارة ونداء لشبابنا عند الخروج طبعا من قاعه الكنتري، طبعا في مهرجان ثاني في منطقه المسجد البخاري، فبلناش تصادم بلناش فوضى بلناش شغب. احنا ناس مربيين لدينا احبارنا لدينا تقاليدنا، واحنا بنضلنا في نهايه المطاف في ولاد بدن، وبدناش نتعكس وبدناش نتشاكس وبدناش نتقاتل مع الاخوه من الطرف الاخر. رجاء يعني من شبابنا انه بنروح بهدوء بدون مسيرات وبدون شباب. اخرى كلمه، هذا اسمحوا لي اهم كلمه في هذا اللقاء. احنا
واليوم الحاسم هو يوم الانتخابات. فمطلوب منا كلنا اللي موجودين الان نكون حريصين ان نطلع اصواتنا، اصوات نسانا، نحافظ على اصواتنا، نوصلها للصناديق زي ما كان الدكتور لمن ذاك هناك قديش وصلها صوت لا احد ولا. فهو نداء وطلب مني لكم. المعركه لم تحسب الان، المعركه بتحسب يوم الثلاثاء. كيف بدنا نحسب يوم الثلاثاء؟ التصويت بعد موجودين الان وفي زخم وفي زخم وفي اعداد هائله. وقلت لكم في بدايه اللقاء لن يستطيع جابر وكل الحركات فهم هذا الشعب وهذا الجمهور. كلمه اخيره يا اخوان، وفق الله واياكم لما في مصلحه الجنه واهلها، وشكرا لكم والى اللقاء بعد الفوز ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.